واقتصادي كبير اطلق عليه اللقب الفاروق بمعنى النبيل ليوبيت الملك بلجيكا ليوبيت الثاني اطلق عليه نظرا لوجوده بارتقاء بالاقتصاد البلجيكي في انشاء بعض البنوك البلجيكيه ومترو باريس ومترو بلجيكا. المهم في اصل في الباون بان ان هو له ايات بيضاء على اوروبا عامه وافريقيا خاصه. واللي يخصنا دلوقتي في مصر اللي هو مصر. وذلك غلب الطابع الهندي على زخارف القصر الخارجيه وبعض الزخارف الداخليه للقصر. الطابع الهندي بيبقى تاثير معماري اولا وتاثير فني. التاثير المعماري بنشوفه في البرج وفي البوابات الخارجيه للقصر وكتله المدخل الداخليه للقصر. اما التاثيرات الفنيه فبتتمثل في تماثيل بترمز للديانات والهنديه التي تشكل وجهات